لو الحكاية فيها إن فيتو. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي السادة المشاهدين، ونستكمل حديثنا في المعاني الروحية لمناسك وشعائر الحج، ونتحدث في هذه الحلقة عن الأشواط السبع. هنتكلم عن الطواف حول بيت الله الحرام، وهنقول ليه يبدأ الطائف ببيت الله الحرام باستلام الحجر. هذا الحجر يأتي يوم القيامة كما جاء في الحديث شاهدا بين يدي الله تعالى لكل من استلمه عند طوافه، يأتي شاهد بلسان فصيح يوم القيامة ويشهد، وهو الحجر الأسعد ولكن سمي بالأسود، ولكنه حقيقة هو الحجر الأسعد. عندما يستلمه الحاج سواء بالملامسة أو بالإشارة إن كان هناك زحام شديد، لأن واجب على الحاج ألا يزاحم أحد وألا يتاخم أحد، ما يزحمش حاج وألا يدفع أحد حتى يصل إلى الحجر الأسود، يكفي شرعا يصح له أن يشير إليه بيمناه ويكبر بسم الله الله أكبر، يستلمه من أي مكان في المطاف في أرض المطاف، لأنه لا يجب أن يزاحم ولا أن يدافع ولا أن يدفع أحد. طيب إيه الحكمة إن عندما يبدأ الإنسان الطواف يستلم الحجر الأسعد؟ أنا هقول الأسعد لأنه هو الحجر الأسعد، لأنه من أحجار الجنة، جنة الله تعالى، بيستلمه بالجهة اليسرى أي بشماله ناحية القلب ويبدأ الطواف. ليه الطائف لبيت الله ما يطوفش يمين؟ ليه بيطوف شمال؟ يعني بيستلم الحجر ثم يبدأ أول شوط في أشواط السعي، بعدما يقول بسم الله الله أكبر ويبدأ. لماذا هذا الطواف يبدأ من جهة اليسار؟ ليه ما يطوفش يمين؟ ليه بيطوف يسارا؟ لأن موضع القلب للحج أو للعبد أو للإنسان في جهة اليسار، موضع القلب في جهة اليسار، فيكون قلبه أقرب ما يكون لبيت الله تعالى الحرام، يبقى قلبه أقرب ما يكون إلى بيت الله تعالى الإيه؟ الحرام، يبقى هناك قرب، هناك ملامسة، كأن هناك ملامسة ما بين قلب العبد الطائف الملبي الطائف ببيت الله تعالى، كأن القلب ملتصق ببيت الله تعالى الحرام. عشان كده اللي يبدأ الطواف ويبدأ يبدأ من جهة اليسرى، يبقى هنا محاذاة القلب، قلب العبد عند طوافه ببيت الله والتصاق القلب ببيت الله. ومعلوم أحبتي الكرام لا يقصد البيت لذاته، وإنما يقصد البيت لصاحبه لربه، فالمقصود من زيارة بيت الله والطواف حول بيت الله تعالى المقصود رب البيت وصاحب البيت، ورب البيت هو الله سبحانه وتعالى، يبقى المقصود من الطواف الله، المقصود من زيارة البيت رب البيت صاحب البيت الله سبحانه وتعالى. طيب يبدأ ياخد الأشواط السبع، أكيد إن رقم سبعة وعدد سبعة هذا الرقم يحمل من الأسرار الكثير والكثير والكثير. إيه الحكمة إن عدد أشواط الطواف سبعة وعدد السعي الأشواط ما بين الصفا والمروة سبع أشواط؟ هنلاقي رقم سبعة ده فيه أسرار غريبة جدا. نجد آيات فاتحة الكتاب والتي هي أم الكتاب
والتي فيها جمع الله تعالى الكتاب، نجد عدد آياتها 7. نجد أن عدد السماوات التي أقامها الله وأنشأها بقدرته عز وجل 7، وعدد الأراضين التي أقامها الله عز وجل وخلقها سبحانه وتعالى 7. يبقى هذا الرقم لا شك أنه يحمل من المعاني الكثير. لما نيجي للنفس البشرية، نفس الطائفة التي تطوف، مراتب النفس وأوصاف النفس البشرية 7 كما جاء في القرآن الكريم. الصفة الأولى وهي النفس الأمارة، والتي وردت في قول الله تعالى: وما أبرئ نفسي إن النفس الأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. أول صفة النفس الأمارة، هي نفس واحدة ولكن لها أوصاف 7 أوصاف بحسب الحالة التي هي عليها. لو نفس والعياذ بالله خبيثة تأمر صاحبها بالشر والبغي والعدوان وبالفحشاء وبالسوء، نفس معرضة عن طاعة الله وعن ذكر الله عز وجل، تبقى نفس أمارة بالسوء، وصف ليها. الوصف الثاني النفس اللوامة، الذي جاء ذكره في قول الله تعالى: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. ثم بعد ذلك النفس الملهمة، يقول تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. ثم يأتي الوصف الرابع وهي النفس المطمئنة، وهي التي أشار إليها عز وجل في قوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة. ثم يأتي الوصف الخامس وهي النفس الراضية: أرجعي إلى ربك راضية. ثم يأتي الوصف السادس وهي النفس المرضية من الله عز وجل: أرجعي إلى ربك راضية مرضية. ثم النفس الكاملة التي منحها الله عز وجل بإذن الدخول وأن تقام في حضرة القرب من الله تعالى، وهي المشار إليها بإذن الدخول: فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أنا أعتقد أعزائي السادة المشاهدين أن مع كل شوط من هذه الأشواط الإنسان يسمو ويرتقي وينتقل من وصف من أوصاف النفس، يرتقي إلى الوصف الثاني. يعني الشوط الأولاني كأنه تخلص من صفة النفس الأمارة، ثم يأتي الشوط الثاني في الطواف كأنه بيتقلب في النفس اللوامة، ثم يرتقي عند الشوط الثالث إلى النفس الملهمة، ثم يرتقي عند الشوط الرابع إلى النفس المطمئنة، ثم يرتقي مع الشوط الخامس في الطواف مع النفس الراضية، ثم يرتقي عند الشوط السادس مع النفس المرضية، ثم يقام في مقام العبودية الكاملة من خلال الشوط السابع في النفس الكاملة التي منحت من الله تعالى إذن الدخول. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.